بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الأعزاء، متتبعي ومتتبعات قناة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الدروس الحديثية في شقها التفاعلي. حلقاتنا دائما تهيب بتواصلكم وتفاعلكم مع السادة العلماء، وذلك عبر الرقم الهاتفي 0537-68-51-60 أو على البريد الإلكتروني دروس.حديثية@.ma. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الدكتور العلامة سيدي إدريس بن ضاوية، رئيس المجلس العلمي المحلي للعرائش. أستاذنا الكريم، مرحبا بكم. بكم أيضا. أنتم تعلمون أن حلقاتنا أو برنامجنا يتناول يجيب عن أسئلة السادة المستمعين والمشاهدين الكرام فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حلقتكم بالذات أستاذ الكريم تمتاز وتزداد ألقا وتزداد جمالا بأريج إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه، ولهذا أقف معكم في هذه الحلقة أيضا عند نقطة معينة إذا سمحتم تتعلق بالإمام مالك وعلاقته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مفهوم الاتصال عند إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه. فالاتصال عند مالك رحمه الله يمثل الدعامة الأساسية التي يقوم عليها الإسناد، لأنه بدونه لا يتحقق الائتمان على الرواية ولا تصحح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في الإسناد أن ينتهي النقل بشرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحضر الراوي ذاته في الرواية. لهذا كان مالك يراعي في الراوي الشروط المدنية الأساسية الراجعة إلى اشتغاله، إلى تسننه، إلى فقهه، إلى فهمه ووعيه، إلى مراعاته الوراثة المدنية التي كان يعدها شرطا أساسيا في القبول، يعني العمل المدني. نعم. بمعنى أن كل رواية حتى ولو جاءت من طرق الأثبات إذا كان مضمونها يخالف العمل لا يلتفت مالك إلى هذه الرواية، وقد رد أحاديث كثيرة لأناس ثقات بسبب أن مضمون الرواية يخالف الوراثة المدنية التي كان يعدها السنة كما صرح بذلك في الموطأ. لأن السنة في الحقيقة السنة مدنية، مدنية في أصلها وبقواعدها. فهو كان يرى في الاتصال جانب الإسناد ويرى فيه أيضا جانب المتن، بمعنى أن الراوي إذا أدى رواية تخالف هذه الوراثة تكون عنده منقطعة من جهة المعنى، وكان في المقابل يقبل روايات مرسلة لأن مضمونها مشتهر، كما بيّن ذلك الحافظ ابن عبد البر في كلام جميل لخص فيه ثمرة اشتغاله بالموطأ، عندما قال أن المشتغل بالموطأ وبرجال الموطأ يكفى مهمة التنقيب، وعلل ذلك بقوله إن مالكا رحمه الله انتقد وانتقى وخلص ولم يروي إلا عن ثقة حجة، فهو جمع الأحاديث وانتقدها وميز ما صح منها مما لم يصح، وراعى في الأخذ وثاقة الراوي الذي يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المستويات المعروفة بالاشتغال والتسنن والفقه والوعي ومراعاة العمل، يعني لم يترك لأحد المجال. هذا هو. نعم. ولهذا مالك رحمه الله إذا روى الحديث المرسل هو ينظر إلى وثاقة المرسل وإلى حجته في الرواية وإلى مكانته في العمل
وإلى اتفاق العلماء على أهليته في الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان يلاحظ اشتهار هذا المضمون المرسل. ولهذا ذكر مرة رحمه الله لما روى خبرا مرسلا أن اشتهاره يغني عن إسناده، وهذا المعنى كرره الإمام بن عبد البر في التمهيد كثيرا. أصل هذه القاعدة التي انفصل من خلال عرضها إلى أن الاشتهار في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة الإسناد. ولهذا قال أبو داود السجستاني رحمه الله الخبير بمالك ومنهجه في الرواية، قال مالك أصح الناس إرسالا، هذه كلمة كبيرة جدا. بل ذكر يحيى بن سعيد القطان قوله جميلة جدا تدل على تواطؤ المشيخ في زمانه على قدر مرسلات مالك، عندما قال مرسلات مالك عند أصحابنا إسناد. ما شاء الله. لماذا؟ لأنه راعى جلالة المرسل الذي يستحيل تصور الوضع منه أو تصور تقصد الأخذ عن ضعيف أو تقصد رواية المنكر الذي يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فيراعي جلالة المرسل ويراعي المضمون المرسل الذي أخذ حظه من الانتشار. يعني جلالة المرسل يترك العهدة عليه، هذا هو. وذكر الحافظ بن عبد البر أنه في كتابه التمهيد سينهج نهج بيان صحة مرسلات مالك، وقال وسترى، يعني بعد المقدمة التي كتبها، وسترى مواضع مرسلات مالك وموقعها من الصحة والاشتهار في النقل. سبحان الله. لأنه خبر المرسلات وتتبعها وانفصل بعد إعماد المعارضة والموازنة والمقارنة والاختبار والصبر أنها مسندة من جهة الوسائط في طريق أخرى، ومسندة من جهة صحة المضمون المشتهر في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر فائدة مهمة الحافظ الأصيل رحمه الله عندما سئل عن مذهب مالك وعن حقيقته، لأن السائل حسب أن المرجع في مذهب مالك إلى مالك نفسه، بمعنى أن مالك رحمه الله هو الذي اجتهد في استخراج الأحكام استقلالا، فبين أن مالك رحمه الله في كتابه الموطأ وفي مسائله أرخ للعمل المأخوذ عن التابعين الذين أخذوا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بين أن مذهب مالك مؤسس على أصل الاقتداء الذي عرف به العلم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، واجتماع أهل المدينة على يعني. نعم. ولهذا كان مالك رحمه الله يرد بعض الأخبار التي جاءت عن بعض الثقات لملاحظة المضمون الذي لا ينبغي عنده أن يخرج عن العمل المتوارث. ولهذا فالاتصال عنده اتصال حقيقي. نعم. واتصال حكمي. هذا الحكمي هو الذي تحدثنا عنه الآن. هو هذا. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. نستقبل الآن إذا سمحتم أن نحرر أول مكالمة من السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. ألو، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون إن هناك في الجنة بابا يسمى الوالد، وكلمة الوالد تطلق على الذكر والمؤنث، يعني الأب والأم، هل هذا صحيح أم خطأ؟ ويقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والداك جنتك ونارك، هل هذا كلام شائع يشاع بين الناس أم حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ودائما معكم السيد عزيز من الدار البيضاء، وشكرا ومع السلامة. أستاذنا الكريم، كما سمعتم من السي عزيز من الدار البيضاء يسأل عن حديث والداك،
جنتك أو نارك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا حديث؟ هذا الحديث رواه الإمام بن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رحمه الله، ولكن هذا الحديث فيه أحد الرواة المتفق على تركه، هو علي بن يزيد الألهاني. نعم، ضعفه الإمام البخاري وقال منكر الحديث، وضعفه النسائي، وضعفه أبو زرعة، ونقل عن الدارقطني أنه قال فيه متروك. لكن معنى الحديث صحيح، معناه صحيح، وله شواهد متعددة. ما معناه هما جنات؟ بمعنى أنك تصل إلى الجنة عن طريق برهما، وتصل إلى النار عن طريق التقصير في إنصافهما وأداء حقوقهما. نعم، قلت معناه صحيح. معناه صحيح. هناك مستند، هناك يعني روايات أخرى تقوي، مثلا حديث مسلم الذي يرويه عن أبي هريرة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. بمعنى أن بر الوالدين من المسالك الموصلة إلى الأمن يوم القيامة. وكان حديث أبي الدرداء المعروف الذي فيه: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على الباب أودع. هذا الوالد أوسط، والأم هي مقامها أكثر، هي الجنة بذاتها. نعم، كما في حديث آخر أن أحد الصحابة استكتب في غزوة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له أما، فقال له: إلزم أمك فإن الجنة عند قدميها. إلزم أمك فإن الجنة عند قدميها. نعم، هذا ربما يعني هذا الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ضعيف، مستفاد من هذا. هذا مستفاد من هذا. نعم، حديث هو هذا: إلزم أمك فإن الجنة عند قدميها، وهذا ما أخذ من هذا. سبحان الله. وكان حديث آخر قال عن عبد الله بن عبد العاص، قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي طريق عند الإمام بيهقي في شعب الإيمان: رضا الوالدين في رضا، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. هل أستاذنا الكريم ينتهي بر الوالدين بموتهما مثلا؟ هو البر لا ينتهي بالموت، بل لابد وأن يشتغل الإنسان بطريقة رفع مقامات الوالدين بصنوف الإحسان. الذي يأتيه الإبن يكون في صحيفة الوالدين، ما يحدثه من صدقات ينوي أن تكون في صحيفتهما، ثم الدعوات بظهر الغيب. وفي جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. لا إله إلا الله. باستغفار ولدك لك بعد موته. بعد موته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب. يعني أصدقاء، هذا من البر. أصدقاء أمير. نعم، وأصدقاء الأم يصلهما بالزيارة، بالإحسان، بالنفع، بالنجدة، بقضاء الحوائج. هذه تسر أرواح الوالدين وتندرج في مضمون البر. والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة كثيرة جدا، لأن الذي لا ينصف والديه يكون مقصرا أصالة في حق الله عز وجل الذي أوجب أداء حق الوالدين. هل الحقوق متبادلة بين الأبناء والآباء أستاذنا الكريم؟ هي متبادلة، بمعنى أن الأب الذي يخصه الله تعالى بالابن هبة منه ينبغي أن يؤدي حقه في إحسان تسميته، في إحسان تربيته، في إحسان تغذيته، في إحسان تعليمه، في اختيار وسطه، في مواصلة نصحه، في مواصلة توجيهه. هذا من حقه، لأن الله تعالى يعطي الهبة متكاملة بفطرتها. ينبغي أن تصان هذه الفطرة للحديث المشهور:
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أن الأب مسؤول عن المحافظة على الفطرة في نقائها، وذلك بالاجتهاد في تنقيتها من أنجاسها وأرجاسها كالظلم والجهل والقلطور والعدلة والعجلة والشح والتعظم والتكبر والعجب وغيرها من الأمراض، من الأمراض النفسية يعني، من التي يعني يكون دفعها وضرؤها سببا في استقامة السلوك على الخلق المرضي الذي يعطي الجمال للتدين. بارك الله فيكم مستنى الكريم. ورد لي سؤال الآن أحمد من قرسيف يسأل عن معنى السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية هي كما قال البخاري ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، وهي تتميز بأمور، أولها أنها جامعة لطبقات القرون الفاضلة الراجعة إلى السلوك الراقي للأشخاص، يعني والفضل يعني يلحظ فيه جانب العمل، جانب السلوك. فمالك كان إماما في الورع وفي التقوى وفي الخشية وفي الزهد وفي العلم والوعي والفهم. نافع الذي لازمه مدة كان أيضا على هذا الوصف، وابن عمر من الصحابة الفقهاء العلماء، فهو يتميز بأنه جمع فضل الفترة الزمنية الفاضلة، أنه جمع رجالا تميزوا بالجمع بين صناعة الفقه وصناعة الحديث، سبحان الله، ولا طبيعة العلم المدني. إذن مكانة هذه السلسلة حيث سمي الذهبية مكانتها من مكانة من حيث الزمن، نعم، ومن حيث قدر رجال هذه السلسلة، سبحان الله، لكي يمثلوا الوراثة المدنية حقيقة، حلقات السلسلة. ثم من حيث إثبات التتبع البراءة من كل مخالفة مؤثرة في رواياتهم، يعني هذه قضية مهمة جدا. لماذا؟ لأنهم كانوا مقلين، ولأنهم كانوا يؤدون الرواية بلفظها دون تصرف في معناها، ولأنهم انحصرت رواياتهم في الموروثات المدنية التي لم تشب بتزايدات الأخرى. ثم قرب الإسناد. هل هناك سلسلة ذهبية أم سلاسل ذهبية؟ هناك سلاسل أخرى، لكن لم ترقى إلى هذا المستوى الذي وصل إليه بالصبر. مثل مثلا هناك سلسلة قوية هي سلسلة الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا يعني الزهري مكان إمام مالك، نعم، هو شيخه، فهذا سند يعني سند قوي جدا. هناك سند آخر قوي هو محمد بن سيرين الإمام المعروف عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، هذه قيل فيها إنها من أصح الأسانيد لقيمتها. ولكن تبقى الأقوى السلسلات هي التي ذكرتها، هي السلسلة المدنية. بارك الله فيكم. باعتبار المكان، باعتبار الزمان، باعتبار الأشخاص، باعتبار المضامين المراعية للوراثة المدنية. ما شاء الله، بارك الله فيك. يعني لم تنتقى بين آلاف الأسانيد اعتباطا، إنما انتقيت وعد الذهبية لتميزها بهذه الأشياء الأربعة الرائعة: الزمان والمكان وقدر الأشخاص والموضوع، نعم، المتوافق مع الوراثة المدنية. شكر الله لكم أستاذ الكريم. إذا سمحتم نحرر مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، معكم عبد الحكيم الناب. أردت أن أسأل عن الأحاديث المتعلقة بأداب خطبة يوم الجمعة. مثال: من لغاك لجمعة ثلاث فهو واعتدل ثلاث أدانات في يوم الجمعة. هذه الأحاديث المتعلقة بها، وشكرا. أستاذ الكريم، السائل الكريم يسأل عن حديث استووا واعتدلوا، هل يسأل هل هو حديث صحيح؟ هو حقيقة ورد يعني الأمر بتسوية الصفوف في أحاديث كثيرة بصيغ مختلفة عن أنس بن مالك على جهة الخصوص،
فيها سووا وفيها سووا 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 بالتكرار، وفيها أقيموا الصفوف، وفيها اعتدلوا وتراصوا، لكن الجمع هذا لا أحسب أنه ورد بهذه الصيغة، إنما الذي ورد تراصوا واعتدلوا. ولم يرد استووا واعتدلوا، تراصوا واعتدلوا. يعني استووا ورد لوحده، ورد يعني في أحاديث كثيرة. استووا ورد مرة وورد مرتين وورد ثلاثا، كاين استووا واستووا استووا 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 ما شاء الله. ورد أقيموا الصفوف، ورد تراصوا. نعم تفضل. المقصود بالاستواء هنا والاعتدال، المراد هو أن تكون صفوف مستقيمة، وليس المراد بها الاحتكاك المؤذي الذي يفعله بعض الشباب. مراد أن يكون الصف مستقيما منتظما، يتقدم الإمام وخلفه تنتظم أيضا الصفوف، بأن ينظر كل واحد إلى رجل أخيه الذي أمامه ليكون الصف لا يشترط أن يكون هناك إذاية في الاستواء. الذي لا يقبل هو أن لا يراعي الواقف في الصف من يجاوره، ويحتك به احتكاكا يؤديه، خصوصا إذا كان ذا علة يراعى ذلك. أستاذنا الكريم، هل على الإمام مسؤولية استواء الصفوف؟ يعني مثلا هل يكتفي بالقول أم لابد أن يكون هناك شيء عملي ينتظر؟ مثلا والإمام الذي يعلم وظيفته ويندمج في محيطه ويرتبط بنفع مع جماعته يسهل عليه مثل هذا الأمر. كيف؟ فالإمام الناجح هو الذي أحبته جماعته وأحب جماعته واقترب منها بالنصح وبالنفع وتحقق بالقدوة المطلوبة، فهذا يسمع كلامه، لكن لا بد له من مراعاة اللطف واليسر والحكمة في الأمر بتسوية الصفوف، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العلاقة بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام انبنت على المحبة، لذلك كانت الطاعة سهلة ولو مع التكاليف الشاقة. فالمطلوب من الإمام أن يجتهد في قريب الناس، في الاندماج مع جماعته ليحبوه فيسمع منه مباشرة دون تكلف. هل كلمة استووا ملازمة دائما للصلاة أم عندما يرى مثلا الإمام الناس مستوي؟ نعم، عندما يلاحظ داعيها، عندما يرى أن هناك عوجاجا واضحا في الصف. إن هناك بعض الأئمة يقولون دائما تجدهم يقولون استووا عندما يريد أن يكبر، ولو كان واحد، ولو كان معه واحد. في من الأشياء من التكلف. والإمام هو أخبر الناس بجماعته، يوجه النصح عندما يلحظ داعيه. سبحان الله. أجل أن لا يكون منفرا. هناك حديث أيضا نسمعه، لا تسون بين صفوفكم ولا يخالفن الله، ولا هذا حديث صحيح؟ نعم. نعم. والأمر بتسوية الصف لأنها عنوان على تحقق الجماعة بالنظام. هذا الأمر خطير، ولا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا خطير جدا. هو فيه وعيد يتضمن بيان قدر استواء الصفوف كما تسوى صفوف الملائكة عند ربها كما جاء في الحديث، لأن عندما ترى انتظام الصفوف تشعر ببهجة وبقوة كما يلحظه في انتظام صفوف الجيش. يعني الاستعراضات العسكرية تعطي للناظر بهجة خاصة للنظام، على مستوى اللباس، على مستوى مراعاة المراتب، على مستوى الحركة الصفية المنتظمة المنضبطة، تعطي بهاء وجمالا. فكذلك يعني الشأن في الصلاة، من المطلوب أن يتواصل الإمام مع جماعته على الرقي بنظام الجماعة حتى تكون مستوية استواء يعطيها بهاء وجمالا، وحتى يبقى هذا الاستواء ثقافة عند الناس حتى في خارج المسجد. هذا هو الاستواء في الصفوف والتنظيم إلى آخر هذا. والتدين الجيد هذا هو دوره، هذا هو طيب آثاره، يدخل في الحياة كلها بباب الإتقان
باب الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بالنسبة لقول الإمام سد الفرج، هل يستلزم ذلك الإفراج بين الأرجل مثلا بالشكل الذي نراه عند بعض الناس؟ ذاك فيه تكلف، هو المراد بالسد هو ذاك الفجوات البعيدة التي تحدث في الصفوف شرخا واضحا، لهذا في الحديث من وصل صفا وصله الله. شكرا. وليس المراد الاحتكاك المؤذي الذي يفعله بعض الناس، هذا ليس من الدين في شيء، بل يشوش على المصلي ومن يجاوره، بل يقلقه ويجعله لا يتفكر في مضامين ما يقول في صلاته. سؤال آخر أستاذنا الكريم في الموضوع نفسه، السيد عبد الحق من مكناس يسأل عن حديث إن الله لا ينظر إلا الصف إلى الصف الأعوج، وحديث حاذوا بين المناكب، هل هذا حديث؟ وهذا القول الذي يقال إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ليس بحديث إطلاقا، ليس بحديث، هذا من الموضوعات المصنوعات المأفوكات المخترعة. تغني أولا من جهتي عدم وجود سند لها إطلاقا، هذه الأولى لا أصل لها. نعم. والثاني فساد معناها، لأن معنى أن الله لا ينظر أن هذه الصلاة مرفوضة، صلاة باطلة، وحاشا لله تعالى أن يرد صلاة من تحقق بشرطها وقصده في بيته يستجلب رحمتها، مستحيل. وكما ذكر العلماء العز بن عبد السلام وغيره أن من علامات الكبيرة الموجبة للعنة أن يعمل الإنسان عملا نص الشرع أن الله لا ينظر إلى أصحابه، سبحان الله، كما جاء في أن الله لا ينظر إلى العاق ولا ينظر إلى كذا وكذا من الأشخاص، هذا دليل على اللعنة، اللعنة والطرد وعدم القبول، وهذا مستحيل، لأن الصف ما ذنبه في جملته وكليته؟ فهذا أصلا بعد هو لا أصل له، ولا ينبغي أن يقول. للأسف يقوله بعض الأئمة خطأ، نعم، يقولون في أحايين كثيرة، نعم، هذا الكلام هو باطل لا أصل له، يعني الاستواء مطلوب ولكن هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث لا يصح النبي، نعم، عليه الصلاة إطلاقا، ولا يجوز قوله، بل يأثم من قاله لأنه يتألى على الله برد صلاة المجموعة التي في صفها عوجاج، هذا لا يمكن قبوله. نعم. أن الله كما لا ينظر إلى صوركم وينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، سوية مطلوبة لكنها لا توجب هذا الوعيد الذي جاء في هذا النقل الموضوع الذي يقال بعدم معرفة. حديث حاذوا بين المناكب، هذا ورد في الموطأ وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا الصفوف وحاذوا بين المناكب. حاذوا بين المناكب، ما المقصود بالمحاذاة بين المناكب؟ يعني المراد بها منكب الإنسان الذي يقابل منكب أخاه من أجل أن يستوي الصف، لأن الذي يلحظ منكب أخيه في الصف ويلحظ رجله يستوي الصف تلقائيا، سبحان الله. لكن الناس يخطئون هذه الإشارة النبوية في تسوية التي ترجع إلى المناكب وإلى ملاحظة الأقدام دون ضغط ودون إحراج. إذا المقصود أن يكون المنكب حذو المنكب. أستاذنا الكريم، نكتفي بهذا في هذا الحديث، نستقبل مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد من مدينة تريدان، أود أن أسألكم عن حديث على مدى صحته، والحديث يقول النظافة من الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة كما يقول السائل محمد من تردنت، هل الحديث صحيح؟ هذا خبر طبعا يروج كثيرا ولكنه لا يصح مرفوعا، إنما تناقض الناس هذا المعنى المستفاد من أحاديث كثيرة، منها مثلا الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان إلى آخر الحديث، يعني معنى الحديث كما يقال صحيح، صحيح معناه صحيح، ومستنده على الطهور شطر الإيمان، هذا هو الأصل،
لأن النظافة مثل الطهر. نعم. فالنظافة مطلوبة، والنظافة من في النظر الشرعي فيها نظافة الباطن ونظافة الظاهر التي تتجلى في حسن المظهر وعدم إيداء الغير برائحة المنتنة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام آكل الثوم أن يدخل المصلى، أن يأتي المسجد، وقال من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا، لأن هذه الرائحة تؤذي الملائكة، تؤذي الناس وتشوش عليهم وتحول بينه وبين التحقق بالخشوع المطلوب في الصلاة. والطهارة طبعا من الإيمان، لأنك لا تدخل على الله إلا بطهارة، لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات التي يطلب فيها التطهر. قد يقصد أيضا طهارة القلوب أستاذنا الكريم، هي الأساس فعلا، الشرع جاء بهذا المقصد، أن تتطهر القلوب من أنجاسها وأرجاسها، لأن القلب هو محل نظر الله تعالى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. سبحان الله. معنى أن المخموم كيقولوا احنا في الدارجة خملت البيت، وأصلا خممت البيت، يعني خملت البيت يعني نظفته وكنسته، هذه اللام زائدة فقط. نعم. فالقلب المخموم والقلب النظيف الذي يرتبط بالله عز وجل ويرحم المخلوق، وهذا من مقاصد الصلاة. نعم، الصلاة تعطي هذه الثمرة، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأنها تحول دون الصفات الذميمة كالهلع وغيره من الصفات. بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم سي أستاذ، بخير، نعم الله يجزيكم بخير. المختار حميد من الزلال، بغيت نسول على واحد جوج الأحاديث الله يجزيكم بخير، ما درجتهما صحيحان أم لا؟ الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فمن صام 3 أيام من رجب سقاه الله من ذلك النهر. الثاني قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء في رجب مستجاب. بغيت نعرف هذا الحديث واش صحيحين ولا لا؟ الله يجزيكم بخير، الله يعاونكم، الله يرحم والدين. وأنتم أهل الجزاء سيدي الكريم. سيد المختار يسأل عن إن في الجنة نهرا، أو وحديث آخر إن الدعاء في رجب مستجاب. هذان الحديثان ذكرهما ابن الجوزي في الموضوعات، إذن وقال إنها غير مختلقة مأفوكة لا يصح الالتفات إليها، ولم يرد في هذا الباب شيء، لكن الدعاء مطلوب في كل الأوقات. لماذا نجد أستاذنا الكريم كثير من الأحاديث ملتصقة بشهر رجب؟ لماذا هذا لماذا شهر رجب بالذات؟ لأنه الشهر من الأشهر الحرم، له فضله وله مكانته، وعلى ضوء هذه المكانة بعض الغافلين استغلوها واختلقوا أحاديث كثيرة، بل في كل الشهور، يعني ليس في رجب فقط. هل لرجب مزية كانت عند العرب في الجاهلية مثلا؟ هل له تعظيم، هل له احترام فيه؟ هو الأشهر الحرم يعني أصلا هي، لكن العرب كانوا لا يحترمون هذه الأشهر، وكانوا كما ذكر الله في القرآن الكريم يتصرفون بالتقديم والتأخير من أجل فهومهم التي يرجون بها تحصيل بعض المصالح. لكنه في الإسلام له طبعا قدره ومكانته، لأنه من أشهر الحرم التي يعظم فيها الثواب على الطاعات وصنوف المبرات وأنواع الإحسان المختلفة.
دعاء أستاذنا الكريم، هل صح في الدعاء أوقات مخصصة أستاذ؟ فالدعاء ورد أنه يعني يزكو ويحظى بقبول خاص أدبار الصلوات عند نزول الغيث، عند التقاء الصفوف، في أوقات الأسحار، بعد إيتاء الإحسان، بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار منها، ثم أوقات النفحات المختلفة، الأوقات التي يضاعف فيها العمل، أوقات عرض العمل على الله في الصباح وفي المساء ويوم الاثنين ويوم الخميس وفي النصف من شعبان وغيرها من الأوقات. إذن هناك أوقات حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال لأن نحدد نحن أوقات لم يذكرها. هذا هو، لكن الدعاء مطلوب في كل الأوقات. الدعاء يعني يعبر الإنسان فيه عن فقره وعن ضعفه وعن شدة احتياجه وعن إرجاع الفضل كله إلى الله تعالى صاحب الإنعام. هذه قضية مهمة، أنه يلحظ الداعي أن الإنعام في جملته له مصدر واحد هو الله عز وجل. فالدعاء ينفع، بل الدعاء ينفع في رد المصائب كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل وإما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. فيها تنبيه إلى قدر الدعاء في تحقيق المطالب، نعم، في دفع الآفات، في اللطف، في تحمل المصيبات، نعم، في تنمية المقتنيات والممتلكات، في تنشيط الرغبات. فالدعاء يعني لكن عندما يكون الدعاء مرتبطا بهذا المعنى الذي يشعر العبد فيه بالافتقار الكلي إلى بارئه، يتجرد تجردا مطلقا من ادعاء الحول أو القوة أو الاتكال على شيء، يجعل الأمر كله لله سبحانه وتعالى، يعني حضور هذا المعنى الجميل جدا. بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. نحرر إذا سمحتم مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، أردت أن أسأل والفرق بين السنة والحديث. السلام عليكم أستاذنا. كما سمعتم السائل الكريم يسأل عن الفرق بين السنة والحديث. نعم، هل هناك من فرق بين السنة والحديث؟ نعم، نحن نسمع سنة رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني السنة تطلق ويراد بها عند مالك رحمه الله الوراثة المدنية المنتهية إليه، العمل المدني، فما عنده سنة. وتطلق السنة أيضا على الجانب العقدي، قضايا العقدية التي يتحقق بها التقديس والتمجيد ثم التنزيه. مثلا أستاذنا الكريم، نعطي مثال للمشاهدين والمستمعين الكرام. بالنسبة للمسائل العقدية. نعم، مثلا أن الله ليس كمثله شيء، معنى أن كل خبر يرد في موضوع الذات والصفات والأفعال يوهم التشبيه يرجع إلى هذه الآية المحكمة. فالسنة هو إرجاع مختلف النصوص إلى هذا الأصل المحكم الذي يدل على تنزه الله تعالى عن الشريك وعن المثيل وعن الشبيه وعن الند، وأن الله لا يقال فيه أين ولا كيف ولا ما يتعلق بأسماء الأمكنة والأزمنة التي تعرف عليها الناس. فالسنة لها هذا المعنى، ولهذا هناك كتب مؤلفة باسم السنة تتناول قضايا العقيدة. سبحان الله، اسمها السنة. نعم، مثل كتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم اسمه السنة، والمراد بيان القضايا العقدية. والحديث مراد به علم الحديث، أي أسانيد الأحاديث. يقال مثلا الإمام الأوزاعي إمام في السنة وليس إماما في الحديث. نعم، وسفيان ضده، والإمام مالك يجمع بينهما.
لأنه تخصص بصيانة الوراثة اللي هي السنة المدنية النقلية، وكان عالما بما يصح وما لا يصح من الأخبار المروية المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث مراد به العلم الذي يعلم به ما صح مما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة هي الوراثة، هي قضايا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ثلاث وظائف كبرى تمثل مقاصد البعثة. هي التلقين، تلاوة الآيات، والتمثيل، تمثل الوحي ليراه الناس ويشاهدوه، سيرته، والتمرين الذي هو تقويم سلوك الناس، تقويم اعوجاجات الناس، درء ما يطرأ على علاقات الناس من صنوف الغفلات والتشويشات. فالتمثيل هو الذي يمثل السنة، والتمرين تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ارتبط به الصحابة على مستوى الاقتداء، والتابعون مع الصحابة على مستوى الاتباع. هذا يمثل السنة. نقل هذا وسمي الوراثة النبوية. وجمالها، جمالها وكمالها في حفاظها على آخر ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تعجبني كلمة في موضوع السنة ذكرها الإمام القنازعي في تفسير الموطأ، وهو يعلل لماذا ترك مالك سجود التلاوة في المفصل. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استقر في المدينة لم يثبت عنه أنه سجد سجود التلاوة في المفصل. سبحان الله. بمعنى أنه أن العمل المدني راعى آخر ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يأتي أحدنا ويقول إن هذا يخالف حديث رسول الله. لأن كثير من الناس لا يتصورون أن السنة الغالبة الظاهرة هي السنة العملية المتناقلة في المدينة، ويخرجونها من التعريف المشهور في السنة، ما أن السنة المدنية لابد وأن تحضر على مستوى الدلالة وعلى مستوى البرهنة وعلى مستوى القضاء على الأحاديث المخالفة. ما شاء الله. معنى ذلك أستاذ بشيء من التبسيط؟ معنى أنها لا يمكن أن يشك فيها لورود بعض الأخبار المخالفة. بمعنى أن الأحاديث الأحاد تحاكم إلى هذا الأصل، لأنه أصل قوي جدا مؤسس على العمل الملاحظ فيه تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا، وهذه قضية لا بد من ذكرها، أن أهل بلدنا كانوا في غاية الفطنة عندما المغرب نعم، عندما عرفوا قدر المدينة وقدر رجالها وقدر العلم الموجود فيها، فاعتمدوا من ذلك. هذا هو، رحلوا إلى مالك وأخذوا عنه وأتوا بأسئلة ليعرفوا. هذه هي السلفية الصحيحة. هذه السلفية الحقيقية الأصيلة. نعم. التي سبق إليها قومنا من زمن بعيد. وأنا أرجو من شبابنا أن يدركوا هذه الحقيقة المهمة جدا، هو أن المدينة التي نزل فيها القرآن وبينت فيها الأحكام يجسد تمثيل هذه القضايا مذهب مالك الذي أرخ للعمل المدني. وأبو محمد الأصيلي له كلام جميل في هذا الباب في معرض الجواب عن سؤال أحد الناس عن حقيقة المذهب المالكي، ما هو مرجعه؟ هل هو إلى اجتهاد الإمام مالك الشخصي، إلى اجتهاد شيوخه، إلى؟ فأجاب أن من تتبع أقوال مالك بصدق وجدها منتهية إلى النبي عليه الصلاة والسلام في جملتها، باستثناء قضايا يسيرة. لكن المذهب في جملته هو تأريخ لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما تعليه ما سمعه مالك عن شيوخه من التابعين وشيوخ شيوخه. بالمناسبة، مالك رحمه الله كان في زمن متقدم، عنده أسانيد ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلان فقط، مثل مثلا ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يرويه مالك شخصان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، ما يرويه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، يعني حديث ثنائي إسناد عالي جدا عالي جدا وصائل الوراثة بالنظر إلى مستوى التابعين في التدين والاقتداء بالصحابة، وإلى مستوى الصحابة المدنيين في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلى مستوى الحسبة التي كانت في المدينة، وإلى مستوى الترأس في العلم الذي كان في المدينة، لأن المدينة كانت مطبوعة بطابع الترأس والإجازة. معنى الترأس أي كان النبي عليه الصلاة والسلام مترأسا، ثم ترأس الخلفاء الراشدون، ثم ترأس خيرة الصحابة كزيد بن ثابت، ثم ترأس ابن عمر رضي الله عنه وبعض أقرانه، ثم انتهى الأمر إلى سعيد بن المسيب وطبقته، ثم الزهري فمالك رحمه الله. وكان لا يتكلم في المدينة في العلم بشرطه إلا بالإجازة من المترأسين، حفاظا على هذه الوراثة التي تمثل السنة حقيقة. هذا في السنة عند مالك هي هذا العمل النقلي المتوارث المنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم أستاذنا الكريم على هذه الجولة الطيبة. ربما نختم بسؤال وردني الآن، يسأل السائل الكريم هل هناك كتاب معتمد في الأحاديث القدسية؟ يسأل عن الأحاديث القدسية، هل هناك كتاب معتمد في هذا المجال؟ هناك يعني كتب متعددة، منها الأربعون القدسية للبيهقي وكتاب حافل جمع فيه القدسيات. نذكر أستاذنا إذا سمحتم بالحديث المقصود بالحديث القدسي. الحديث القدسي هو الحديث الذي يبين عن انتهاء المعنى إلى الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. هو من أنواع الحديث باعتبار منتهى السند، هو من أنواع الحديث الدالة على تعيين من انتهى إليه الحديث، وهي أربعة. نعم. عندنا القدسي إلى الله تعالى، والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعين. والمرفوع والمقطوع والموقوف والمقطوع يمثل الفترة الزمنية التي تجلى فيها العمل المدني الحقيقي الذي أرخه مالك رحمه الله، وسمي قدسيا لانتهاء إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قذف في روعه أن هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، فيؤديه النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة نفسه رافعا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني بمعناه يسمى أيضا حديث رباني وإلهي، رباني وإلهي. نعم نعم، لكن شهر بقدسي لما ينبغي أن يذكر لله تعالى من التقديس عندما ينسب الكلام إليه. فضيلة الأستاذ سيدي إدريس بن ضاوية رئيس المجلس العلمي المحلي للعرائش، شكرا جزيلا لكم على هذه الأنوار الربانية التي شرفتم بهذه الحلقة المباركة في الإجابة على أسئلة المستمعين والمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم أيضا متتبعي ومتتبعات قناة إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم على حسن متابعتكم وحسن تواصلكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.